يقول السائل: كنت أطوف بالقبور وأشد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وقد من الله علي بالتوبة من هذا وباعتقاد عقيدة أهل السنة. سؤاله: هل من كفارات على ما حدث مني من هذه الأمور الشركية؟ عدم تبت إلى الله الحمد لله، وتستمر على التوبة، وتكثر من الطاعات، والله يتوب على من تاب. نعم.